الاخر كده اتفقنا على القسمة الرضائية وكلنا مضينا. اتفاق باطل يا عفيفي، لانه بنى على باطل يا عفيفي، واحنا رجعنا في كلامنا يا عفيفي. ايه ده؟ وانت بتتكلم بصفتك ايه يا اخي؟ بصفتي ايه؟ لا 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 بقى، ما تتكلمش بالطريقة دي يا سي عفيفي، وما تنساش ان شوقي ده يبقى جوزي. ها انستونا، الكلام اللي بتقوليه ده تقوليه في بيتكو هناك، انما اللي بين الاخوات هو ملوش دخل فيه. يلا بينا يا سي حمدي، الظاهر ان احنا جايين نتهزق في القعده دي. لا 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 ان شاء الله ما فيش تهزيق ولا حاجه، ما بعد اذن حضرتك. ايه يا اخويا في ايه؟ برضه ما تنساش ان شوقي ده جوز اختنا يعني، وبيتكلم بمصلحتها. طب والست سعاد مراتك؟ ايه اللي مش عاجبها في كلامي؟ عايزه هي اخرى تدافع عن مصلحتك وتدافع عن حقك؟ سعاد دي؟ ايوه دي. ما هي سعاد دي مرات اخوك ده، زي ما شوقي ده جوز اختك دي، ومن حقها برضه تتكلم في الموضوع ده عشان تقول. خلاص ما تكملش ما تكملش، انتهى الكلام، وكل واحد فيكم هياخد حقه في المراس وقدام المحكمه. ودلوقتي بقى اتفضلوا اتفضلوا كلكم من غير ما تروح. يلا اتفضلوا. شفنا الذل في حياة أبوك بسبب سعفيفي، وهو بيكمل علينا دلوقتي بعد وفاته. وهتعمل إيه بس يا شوقي؟ ما إحنا اللي وافقنا من الأول على القسمة الرضائية اللي قالوا عليها. مش إحنا اللي وافقنا عليها، المحامي بتاعه هو اللي أقنعنا بيها، لأن أخوك نصاب. أيوه نصاب، نصاب واخدنا في 10 بلدي. عارفة يا فتحية؟ عارفة؟ دول عمرتين من الثلاثة اللي هو كاتبهم لنفسه قليل الصوت، ومعاه قرارات إزالتهم. ضحك علينا وخدعنا. إن العمرتين في شوارع جانبية، وإن هو يا عيني عليه يا دوبك دورين وسطح، وإحنا بلعنا الطعم. عارفة الأرض دي بعد ما تتهدي تجيب لوحدها كام؟ طب وأنا هعمل إيه دلوقتي بس يا شوقي؟ الندل، الندل الجبان جرجرك أنت وأخوك على الشهر العقاري، ووراكوا العقود، وأنتوا طبعًا هبل وافقتوا. يوه، وأنا هعمل إيه بس؟ تعملي إيه؟ العمل عمل ربنا، بس لازم يبقى فيه صرف. لازم. معقول يا سعاد؟ معقول يعني هتفضلي قاعده مع كنانه نفسك كده طول النهار وطول الليل بسبب كلمتين فارغين قالهم عفيف اخويا؟ ما هو لو كان ليه يا راجل ما كانش اخوك مرمطني بالشكل ده. الله 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 الله، طب انت ليه بتقولي الكلام ده بقى؟ انت ما كنتش معانا يا راجل، انت ما شفتوش لما مسح بكرامتنا الارض وشتمنا وكرشنا من بيته؟ ما انا برضه رديت عليه وقلت له ان انت مرات اخوه زي ما شوقي جوز اخته بالظبط، ومن حقك تتكلمي يعني، ولا انت كنت عايزاني امسك فيه؟ ما تمسك فيه يا اخي، امسك فيه، ده واكل حقك يا حمدي، مديك تلات بيوت تمنهم ما يجيش نص تمن بيت من التلاته اللي لعفهم. يا سعاد يا سعاد، انا احسن من غيري. طب شوفي هو عمل ايه مع فتحيه، وبعدين يبقى عايرين. يا راجل انت ما بتفهمش، الشرع بيقول للذكر مثل حظ الانثيين، يعني هي لازم يكون نصيبها اقل من اي واحد فيكم. ايوه يا حبيبتي، ما انا عارف، ما انا برضه مش هسيب عفيفي يعني، هيجي وقت وهكلمه. برافو عليك برافو عليك، يوم بقى كلامك مع عفيفي هو يوم كلامك معايا. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني تصبح على خير يا حبيبي. تصبح على خير يا حبيبي، يلا. ما انا برضه هنام. يا سعاد امسك. ايه ايه دي؟ هتنام على الكنبه دي وتبرطع زي ما انت عايز لغايه ما تتكلم مع اخوك. يا حمدي يا اللي مالكش زيي. مش زيي يعني؟ انا حافظ اني معاك انا بغير ما اتكلم مع فيفي. لا، يبقى انا لازم اتكلم مع فيفي. بس وده اخر كلام عندي مع سي حمدي واخته الست فتحيه. يا عفاف ما بتتكلميش ليه؟ يا اخويا مستنيه اسمع منك، امتى هتنفذ وعدك ليا؟ الله، ده انا في سيرك بقى، مش عايش مع بني ادمين، الكل عمال يلعب ويتنطط حواليا علشان الفلوس. وانت بقى يا اخويا تقدر تقول لي بتعمل ايه في وسط السيرك ده؟ بتلعب قرود؟ وانا بقى ايه؟ قرد من القرود اللي انت بتلعبهم دول؟ اسرد طلباتك. 150,000 ما ينقصوش مليم.
ايه يا اخوي؟ تمن سكوتش عن الورق العرفي اللي بيني وبينك، وكمان عشان اضمن ان انت تنفذ وعدك. ماشي، انا عندي قولك يا عفاف. ها، وهتنفذ امتى؟ باسرع مما تتخيلي، صدقيني باسرع مما تتخيلي. شو يا استاذ عادل؟ ده كده فتحيه ومراتك خرجت من مولد بلا حمص يا شوقي. قصدك انا اللي خرجت من مولد بلا حمص؟ ده عفيفي ده عمل فيكوا عامله ما تحصلش ولا في الخيال. انا مش فاهم، انا مش فاهم ازاي عدت من تحت شنباتي فكره ان يبقى معاه قرارات ازاله للبيتين اللي خصصهم لنفسه في التقسيمه القضائيه. هو ثبتكوا بشويه السيوله اللي وزعها عليكوا، واصراره انه يقسمها تلات تلات، ما خلاش حد فيكم يظن في السوق. سنين عمري قضيتها مستحمل جوازة الندامة اللي انا فيها علشان خاطر اتمتع بمراسي الهانم. جه عفيفي ولم كل حاجة. هي ليها حل يا شوقي. انا في عرضك، الحقني بيه. بس هو حل واحد ملوش تاني. يرجع لفتحية مراسها من ابوها. وزيادة شوية. دبرني يا وزير. حل ايه يا حمدي؟ انا عايز اخويا اللي يحللي. سعاد مراتي مستصغراني يا فتحيه، وانا ما ينفعش ابقى صغير قدام، انا طول عمري كبير. يا اخويا ايدي على كتفك. يعني ايه؟ يعني جبتك يا عبد المعين تعني؟ بقول لك ايه؟ ما تحاول تكلم اخوك عفيفي تاني. ايه؟ اكلمه؟ مالك يا حمدي؟ ايه اللي جراله؟ عفيفي ده اخوك، وحاول تكلمه تاني. اكلمه ليه؟ ما تضيعش وقتك يا حمد. هو كون اتكلم عن حق عفيفي يبقى تضيع وقت؟ شوف اما اقولك، انا هقولك كلمتين اتنين تحطهم حلقه في ودنك. انا الوحيد اللي طول عمري واقف جنبكم وجنب ابوكم الله يرحمه، في الوقت اللي كان كل واحد فيكم ما بيفكرش الا في نفسه وبس. تقدر تقولي انت اتجوزت بايه ومنين؟ طبعا اتجوزت من مال ابوك، مش كده؟ اتجوزت من مال ابوك. قول لي انا بقى، خدت ايه طول عمري يساوي نص اللي انت خدته في جوازك؟ طب واحنا كان حد قالك ما تتجوزش يا عفيفي؟ ضميري يا سيدي هو اللي منعني من الجواز علشان اقف جنبكم وجنب المرحوم ابوكم في شغل. يعني انت معترف عفيفي انك انت خدت اكتر من حقك في الميراث، وعشان ترضي ضميرك بتتحجج انك وقفت جنب ابونا؟ ما انا قلت لك من الاول ما تضيعش وقتك يا حمدي. ماشي عفيفي، بس لعلمك انا وقتي ده هو عمري، وانا مش هسمح لحد ياخد عمر عفيفي، ومش هسكت عن حقي. سلام. لو عفيفي ما نفذش وعده ليا، هو عارف كويس قوي ان انا هفضحه. يغيب يا حبيبتي عن البيت زي ما يغيب، هيرجع ورجله فوق رقبته. يعني ايه ما يرجعش؟ هو مش فص ملح وداب يعني يا حبيبتي؟ وحياتك وغلاوتك عندي، هيرجع يعني هيرجع. ده انا كنت اشرب من دمه. على العموم هو لما جاش الليله دي انا هروح له الشغل النهارده، يا ستي قصدي بكره الصبح، وهشوف بقى هيقول ايه وهيهرب مني تاني. استاذ عفيفي قدامك بتاع شهر عشان تسالي عنه. شهر؟ ليه؟
بعد ساعة في المطار اللي مسافر عشان يتعاقد على اللوازم. فجأة كده؟ هو مش محتاج لي إذني هاخده عشان يسافر. طيب مش متشكر. بقول لك يا عم انا هنزل افحص البلاغ ده بنفسي. ربنا معانا دعينا. بصة الراجل لقيناها في شقه مفروشه. ماشي الله يسلمك يا لؤي. الدنيا وحالي عفيفي بيه الله يرحمه بقى ويبسبس الطوبه اللي تحت دماغه. واجري شكا لنا من حوالي سنه وكسور. مين قاعد معاه في الشقه؟ يا فندم هو بطوله. طب قول لي يا معلم. فندم انت قلت لي ان في راجل جه سال عليه النهارده الصبح. مين الراجل ده؟ يا فندم انا اول مره نشوفه. وقابله ولا لا؟ والله الحقيقه هو سالني عليه وانا قلت له هو في الشقه فوق، انما طلع له او لا انا ما اعرفش. ما تعرفش ازاي يعني؟ انت مش المفروض بواب العماره؟ ايوه يا فندم انا بواب العماره بس عندي مشاغل كتيره وكلمني كده على الطاير كده في السريع وانا كنت مستعجل عشان نروح السوق نشتري طلبات السكان. لما جبت الطلبات اديت كل شقه طلب بتاعه. لفت نظري ان بيه الشقه بتاعه الباب معلق. بيني وبينك انا اتخضيت. ضربت جرس مره اتنين تلاته حد يرد ما فيش. قلت بس ربنا يستر بقى نخش وخلاص. دخلت بعد عنك ويريت لي ما دخلت. لقيته برجعه في دمه وميت ومرمي في الصالة. طيب شكرا عماد. العفو يا سعادة البيه العفو. ربنا يستر بقى. عمرنا يا باشا ما شفنا ولا سمعنا ان في عداوه بين عفيفي بيه وبين حد يا باشا، وطول عمره شغال مع الحاج كتف بكتف الله يرحمه، ولا عمرنا سمعنا ولا شفنا ان في عداوه بينه وبين حد. بس يا بيه بس يا سامح، سمعنا يا باشا ان في مشاكل كده بينه وبين اخواته على المراس. يعني اخواته مين؟ الست فتحيه والاستاذ حمدي. ست فتحية وأستاذ حمدي. كفاية عياط بقى يا حمدي. بابا يا عفيف من سعادة. ما كنتش عارف أنا عفيف. أنا طالبين بس. كفاية، كفاية بقى يا جماعة. عفيفي مات يا شوقي، عفيفي مات. يا ستي ده قدر ربنا واحنا مالناش دخل بيه. اشوف مين على الباب. اتفضل يا فندم. المقدم المهم رئيس المباحث. بقالي لا يا جماعه. انا اسف، انا عارف ان الظرف مش مناسب لاي كلام، بس هم سؤالين صغيرين. تحت امرك يا فندم. دي فتحية أخته مش كده؟ أيوة. طب هو سؤال واحد ومحتاج إجابته. عايز أعرف بقى إيه سبب المشاكل اللي كانت بينكو وبين أخوك الله يرحمه. دي نصابة وأنا هبلغها عندك البوليس. أنت تعرفيني منين بس يا ست أنت؟ إيه؟ شفتيني وانا بكلم مع ادريس؟ طب وماله؟ وفيها ايه يعني لما اتكلم مع ادريس؟ بقول لك يا ست انت اعلم في خيرك الكريم. ها؟ يعني شفتيني بكلم مع طب ويعني؟ ايه يعني لما تشوفني وانا بتكلم مع ادريس؟ مساله عاديه خالص. حمزي ايه؟ انت بتتكلم مع مين؟ لا انا وانا ما كنتش بتكلم، انا
ما بقول لك ايه يا صاحب؟ سيبيني في حالي، سيبيني في حالي. هو حمدي جراله ايه النهارده؟ اخوات عفيفي وجوزتهم معتبرين ان عفيف اخوهم سرق الميراث بتاعهم. ده مش كده وبس يا لؤي. استغفرهم. مضاهم على عقد اسم رضائيه واستولى بقى لنفسه على عقارين قايلين للسقوط من 3 عقارات. مين في اخواته ممكن يتم؟ كلهم طبعا. كل اخواته او جوزته. تمام يا باشا. في واحده اسمها عفاف عايزه تقابل سعادتك. خليها تدخل. حاضر يا باشا. سلام دلوقتي يا لؤي. اتفضلي يا باشا. انا عفاف مرات المرحوم عفيفي. مرات المرحوم عفيفي؟ اتفضلي اتفضلي يا فندم. اهو كده يا معلم كله تمام التمام. يعني فتحية تاخد حقها والزيادة؟ طبعا. ما هو المرحوم مالوش ورثة غير فتحية مراتك واخو حمدي. وهي دي الكلمة اللي بترني في وداني من كلامك، مالوش ورثة غير فتحية وحمد اخوه. اصل انا مطلع ومكشوف عني الحجاب. بس ربنا يستر، ربنا يستر ويعدي تحقيقات النيابة على خير. احنا في التمام يابا، يخلص على خير ولا عنه ما خلص. عندك حق واحنا مالنا. المهم بقى حق يا معلم. حقك؟ هو انت كنت عملت حاجه؟ يا سلام، ما انا كنت جهزت كل المستندات اللي دفعت فيها دم قلبي علشان نرفع قضيه ونثبت ان عفيفي محتال واخفى معلومات عن اخواته لما قسم الميراث. ودينا ما رفعناش القضيه. يعني هتاكلني بقى ولا ايه يا سيدي؟ لاكلك ولا تاكلني. اقفش انا بس واقفشك. انت يا عريس؟ ايوه يا سعاده الباشا. وسعاده جبت قلت لك بقى كل اللي جبت لك الشاي بنفسه في مكتب المرحوم عفيف. طب قول يا عريس، يوم سفر المرحوم عفيف مين اللي جه هنا وسال عنه؟ واحده ست تلتين كده واخوه الاستاذ حمدي. الست دي شافت حمدي اخو المرحوم لما جه وسال عليه؟ الست دي اول ما عرفت ان المرحوم مسافر خدت بعضها ومشيت على طول، وفاتت دقيقتين ورجعت لي تاني، كان الاستاذ حمدي واقف معايا. طب ايه اللي رجعها تاني؟ كانت جايه تسال لمؤاخذه على السواق بتاع المرحوم، عايزه تعرف منه هو وصله فين في الليله اللي قبلها. رحت جبت لها السواق وقال لها العنوان. طب ركز معايا بقى يا عفريس وقول لي وقت ما حصل الكلام ده حمدي كان واقف فين بالظبط؟ كان واقف معايا سعاده البيت، بس اول الست ما سالت السواق وقال لها العنوان خد بعضه ومشي، لا سلام ولا كلام. مين؟ افتح يا حمدي. ايوه مين؟ افتح يا حمدي. انا مهاب. مهاب مين لا مؤاخذة؟ مهاب رئيس المباحث. افتح. ماشي. يا عم حمدي مش تفتح وترحب بضيوفك كده ولا ايه؟ هذا مؤاخذة، اصل ما فيش حد في البيت هنا غير انا يعني. نعم عدوي. ايوه يا سعادة البيه. اربط عنك. هو ده سعادة البيه والله العظيم. هو الراجل ده اللي جاي يوم ما بات سعادة البيه مات وسأل عنه. ده كذاب. ايوه كذاب. عدوي ده كذاب يا باشا. انت رحت العفيف ليه يا حمدي؟ وكذبت عليا ليه وما قلتليش انك رحت له لما عشت في بيت فتحية؟ انت عاوز مني يا باشا؟ عاوز مني ايه؟ انت قتلت عفيف يا حمدي عشان خد حقك في المراس. لا 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 قتلته تهربني من الألم على وشي هددني. بحب السكينة دي، حاولت أسحب من السكينة، لقيت السكينة دخلت في صدره، دخلت في صدره غصب عني يا باشا. غصب عنك؟ لا مش غصب عنك يا حمدي، أنت قتلته وأنت قاصد ومتعمد، لأن كنت لابس جوانتي في إيديك. السكينة اللي ضرب بيها عفيفي ما كانش عليها اي بصمه. اركب حقي انا باشا. حفيفي اخونا الكبير كان حقي. صغرني صغرني اهو قدام مراتي يا باشا. تقوم تقتله؟ خلاص دم الاخوات بقى ميه قدام الفلوس. غصب عني غصب عني والله العظيم غصب عني يا باشا. لا
للأسف فات الأوان. ضيعت نفسك وهديت بيتك وقتلت أخوك.